السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشري الفيديوهات على اليوتيوب. فضلا وليس أمرا أخواتي الحبيبات، اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بالمنظر ده علشان يوصل له كل جديد فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مشكلة تهنيج الاندرويد، وان الشاشة بتبقى تقيلة جدا جدا، مع ان الجهاز اصلا بيكون سريع وامكانياته عالية، ولكن الجهاز بيبقى تقيل جدا، واحيانا الشاشة بتقف تماما، ونبقى عاجزين ان احنا حتى نقفل الجهاز ونفتحه تاني، او ان احنا نعمل ريستارت من الشاشة. الجهاز بيكون يعني حصل له زي فريز او شبه شلل تام. ازاي نتغلب على الموضوع ده؟ انا واحدة من الناس كنت هبيع الجهاز بتاعي، نتيجة ان الحقيقة انا كنت الجهاز جديد وكان شغال كويس جدا، وفجأة بقى بطيء جدا، وانا مش عارفة ادوس على اي حاجة خالص في الشاشة، ورجعته لحالة المصنع 3 مرات وبرضه مفيش فايدة. بعد يومين ثلاثة بترجع نفس المشكلة من اول وجديد، وبرجع ارجعه تاني لحالة المصنع، واستمرت المشكلة لحد ما اخ جزاه الله كل خير. الحقيقة انا قريت التدوينة بتاعته على اللي كنت بعمل بحث على حل مشكلة الفريز او البطء بتاع شاشة الاندرويد، قال على البرنامج اللي اسمه دامي فاي جنريتور اللي قدام حضراتكم ده، بتنزلوه من الستور. ده منظره من جوه. بنعمل ايه؟ بنقول جنريت فول، بنستنى يا جماعه على العمليه دي لحد ما الجنريشن يعمل جنريتنج لكل دامي فايلز الموجوده في الجهاز، لحد ما البروسيسنج تبقى 100%، لحد ما البروسيسنج تبقى 100%. طبعا الجهاز دلوقتي وتوصل العلامه الصفراء دي لاخر حاجه خالص طبعا. وطبعا هنا الجهاز ده الحمد لله رب العالمين اتصلح، ما بقاش يهنج زي الاول، فبالتالي البرنامج هيشتغل من غير مشكله ان شاء الله. لكن معاكم لما تيجي تنزلوا البرنامج لاول مره، وهتشوفوا ده دلوقتي قدامكم، لما كان الجهاز مهنج هوريكم ايه اللي كان بيحصل. كان الجهاز بيهنج وكل شويه بيقفل، كل شويه بيقفل، مش مشكله، احنا هنخلينا وراه لحد ما البروسيسنج بتاع الجنريشن اوف دامي فايلز دي كلها تخلص، او هو يعمل يعني يخلص العمليه بنسبه 100%. هنخلينا وراه كل ما يقفل لحد ما يجيب 100%، تمام. وايدينا تبقى باستمرار، برضو ملاحظه مهمه جدا جدا جدا، ايدينا باستمرار على علشان لو الشاشه برضو اتطفت برضو البرنامج هيهنج، وهنضطر ان احنا نعيد عمليه الجنريشن للدامي فايلز دي من الاول. فمهم جدا ان احنا برضو تبقى ايدينا على الشاشه باستمرار علشان خاطر الجهاز ما يهنجش مننا، لان هو اصلا اما بنيجي ننزل البرنامج بيكون اصلا الجهاز مستهلك بتاعنا، يعني وحالته صعبه جدا، وبالتالي البرنامج نفسه بيكون بيهنج عليه زي ما اي حاجه تانية بتكون مهنجه في الجهاز. فمهم جدا ان احنا نكمل البروسيسنج دي توصل ل 100%، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. بس برضو انا حبيت الفت نظركم ان لو لقيتوا الجهاز البرنامج مهنج وكل شويه يقفل في وشكم، مش ان البرنامج بايظ، لا خالص يا جماعه، برنامج فعال جدا، وبفضل الله عز وجل بعد ما كنت هبيع الجهاز وكنت خلاص هتخلص منه الحمد لله رب العالمين، الجهاز الحمد لله بقى كويس ورجع لحالته اللي انا اشتريته بيها. هو اصلا الجهاز يعني مش قديم، الجهاز اللي انا جايباه من حوالي 3 4 شهور، فهو ملحقش اصلا. فبالتالي الحمد لله البرنامج اللهم لك الحمد كان سبب في ان مشكله الجهاز تتحل، وفكره ان انا ابيع الجهاز اتخلصت منها. دلوقتي هنخلص البروسيسنج وبعدين هنعرف ايه اللي هنعمله بعد كده. بس اهم حاجه ان البروسيسنج دي الخط الاصفر ده يوصل معايا، هو 19% ده زي ما انتم شايفين، يوصل معايا ل 100%. مهم جدا ان انتوا تخلصوا البروسيسنج يوصل ل 100%. شايفين يا جماعه هو شغال في عمليه البروسيسنج، شايفين تحت الخط الاصفر اللي تحت مكتوب، اللي هو مكتوب عليه انترنال ميموري، شايفين هو عباره عن جايب المساحه اللي عليها البرامج والملفات بتاعتي، المساحه التخزينيه اللي هي لونها اصفر دي، وبقيه الخط فاضي، بقيه الخط فاضي. بعد ما هو يخلص عمليه البروسيسنج الخط ده هيتملى، هيبقى كله لونه اصفر. فده مهم ان انتوا تكونوا واخدين بالكم منه عشان تتأكدوا ان البرنامج شغال بشكل سليم. طبعا زي ما انتوا شايفين هو مهنج على الاخر وكل شوية يهنج، وده وارد جدا ان هو يحصل، فاحنا برضو بنفضل وراه لحد ما يفتح معانا. يعني اللي انتوا شايفينه ده هيحصل معاكم، فانتوا تجاوزوه، يعني هتفضل ورا البرنامج لحد ما يشتغل، تمام. شايفين بيهنج قد ايه، نتيجة ان الجهاز اصلا مستهلك وعلى اخره. هنعمل ايه بقى؟ الحمد لله هو فتح. هنعمل ديليت لأول دامي فايلز، هندوس على ديليت
طبعا برضو هو هيستمر شوية معانا في التهنيج، هنستمر احنا برضو وراه لحد ما نتأكد ان هو عمل الديليتنج. لسه ما عملهاش، بدام هنا العلامة الصفراء طويلة كده زي ما انتم شايفينها، يبقى هو لسه ما عملش الديليت، فهنقول ديليت. هنفضل وراه ما تيأسوش، لان نتيجته فعلا ممتازة. هو بيعمل كده نتيجة اصلا ان الجهاز جايب اخره، يعني الجهاز اصلا يعني مش مستحمل، فبالتالي هو ده بيكون. مع استمرار بقى ان احنا بندوس ديليت، بيبتدي العلامة الصفراء تقل باستمرار، برضو هو هنقول ديليت وهيهنج. هنفضل وراه لحد ما تبقى العلامة الصفراء دي اصغر ما يمكن. هتشوف ازاي اهو يا جماعة، الحمد لله مع الاستمرار ورا البرنامج نجحنا في ان هو يدلت كل العلامة الصفراء الكبيرة جدا اللي كانت موجودة، ويكتفي بس بالمساحة التخزينية للفايلز اللي موجودة على التليفون او على التابلت. وبكده الجهاز هيشتغل معاكو بصورة ممتازة جدا، من غير ما يهنج، من غير ما يقف، من غير ما الشاشة بتاعته تقف. جربوا البرنامج، انا حللي لي مشكلة حقيقة، وبعد ما كنت يعني بفكر ان انا اشتري برنامج جديد، او عفوا اشتري جهاز جديد، الحمد لله الجهاز دلوقتي شغال. انا نزلت، كنت قبل كده منزله برامج كتير عشان تساعد العمليه دي معايا، في يعني ان انا احاول انا اغير من حال التابلت بعد، او حال الموبايل بعد ما كان شغال كويس وسريع. نزلت سوبر كلينر وكولر ماستر، ونزلت برامج كتير جدا، ولكن دون جدوى البرامج كانت زي قلتها. بالعكس انا كنت بحس ان هي كمان بتزود التهنيج بتاع شاشه الموبايل، وبتزود تهنيج الموبايل. فلكن مع الدامي فايل جنريتور بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين المشكله اتحلت. هو بياخد بس بيهنج معانا كتير البرنامج، ولكن مجرد ما الجهاز هيتخلص من كل الفايلات الموجوده في خلفيه الجهاز، الجهاز هيبقى كويس جدا. البرنامج نفسه اهو بعد ما انا اتخلصت من كل الدامي فايلز اهو زي ما انتم شايفين شغال معايا، مفيش اي مشكله، فتح بدون ما يهنج. هقول ديليت اهو دامي فايلز او دامي داتا، هيقول لي دامي، مكتوب اهو دامي داتا نوت فاوند. خلاص الجهاز بيشتغل عادي، والبرنامج نفسه بيشتغل عادي، نتيجه ان هو خلاص تخلص من كل الفايلات اللي كانت عامله له مشكله. اهم حاجه ان انتوا تتبعوا الخطوات اللي قلنا عليها علشان البرنامج يجيب مفعول، وكمان ما تيأسوش من كتر التهنيج، خليكوا ورا البرنامج لحد ما توصلوا للتارجت بتاعكم ان انتوا تدلتوا كل الفايلز اللي شغاله في خلفيه الجهاز عشان الجهاز يشتغل كويس. وما تنسوش لو استفدتم من الحلقه اعملوا لايك للحلقه وشيرنج ليها وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.